كولومبيا. القم يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة. كمل كمل شو شو الهدف اللي بتجيك الحين؟ صاروخ عامر سمي امه. قام شوف من عند الباب. قم يا سليمان شوف من عند الباب. وجع قام شوف عند الباب. مين انت؟ ابشر ابشر يبا خذ العب مبجل لقاك مهزوم. اوريك انا اجيب على هرب على الحين. كفو عم تحصة. وش فيس؟ تسألني عند الباب يا قليل المروة. أخوي وينه؟ داخل تفضلي. جيب الشنط. طلقني اسمي الله عليه الله يوفقه إن شاء الله. خلاص أنا أخوت خلاص. أنت ببيت أخوت يعني بيت أخوت بيتز خلاص. انت تدخلين واحنا نطلع. ناس الشيء في البيت اغراض ملابس راح اجيبها. خزي ويعقب بخلي اغراضي انا حتى ملابس اخذتها معي. ملابسه ما شاء الله عليك ما شاء الله. روح عزب التاكسي ترى برا واقف. ابشر بعزس ما طلبت شيء يا عمه. خلاص خلاص يا حصه هدي وانا اختك. ما تعرفين الرجاجيل كلهم اصلا كلهم ما يستاهلون. عجيب والله محشوم يا اخوي. انا اقصد رجلي وامثال هذا الخسيس. اي هشوه قول القمر الرابع خير ان شاء الله. طفوا التلفزيون تشوفون عمتكم تصيح وانتم تلعبون. يبا سم سواق التاكسي بيك. مني انا؟ ايه اقول عسى ما تعشيتوا تراني جويعه. ابشر بالعشاء. سم حسابك يا اخو 1800. والله لو انت جايبه من اسطنبول. هذه يا عم حساب مشاوير حق شهرين ولا حسبته. يا ريس انا عايز حسابه عشان امشي. وش حسابه بعد؟ عفش الست حصة اللي أنا جايبه. كم حسابك؟ 600 ريال. عجيب والله. وبس هذا عشاكم. ما تستحون حطي لي نواشف. وين المرقوق وين القرصان وين السنع؟ ما تطبخين أنتي ما تطبخين؟ إلا تطبخ يا عمة بس اليوم مسوية خفايف علشان ترحفين. وما قالك إن أنا مسوية رجيم؟ لا والله سمينا. شوف شو يقول ولدك. أقول سموا وتعوذوا من الشيطان. حياكم الله يلا يلا تعشوا. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الله يهديك لو انك حاطه فول ولا شكشوكه على الاقل يسد الجوع واخذ زياه. بس اسمعي انت وياها هذه اختي بنت امي وابوي ما له الا الله ثمنها. جت عندي يوم طلقها زوجها بس ابيكم تحترمونها تقدرونها مثل ما تحترموني ان شاء الله يا ابو. وخصوصا انت ونبت يعني هذه عمت لا تضايقين منها ولا طلبت من شيء. قول لها سمي ولبيه وما يخالف. ان شاء الله. يا عمة تزدي. ان شاء الله. لعنة مبليسكم وين الشاهي؟ ساعة تزينون شاهي؟ وهو ده يا ابوي يلا قم يا ابوي قم. حداك يا شيخ. اسمع عامر تجي تلعب بداله اقومك زي ما قومته؟ اقول على هونك لا تتحمس كثير ترى بلحقك اياه. النشبة دايبيك. النشبة دايبيك. النشبة دايبيك. ألو هلا وينك فيه؟ أنا بالاستراحة. وليش بالاستراحة؟ عند أخوياي. أبيك تجيب لي أغراض. أبشري. جيب معك ليفة وصابون. أبشري. وجيب لي معك مسكوت مالح. أبشري. وعصير أناناس ها؟ سمي. وجيب لي بعد الليفة هذيك الزرقاء مي بالحمرة. إن شاء الله. ومعجون أسنان. أبشري. وجيب معك تفاح وبرتقال. إن شاء الله. وجيب لي فراولة هي حب الفراولة هنا. أبشري. وجيب لي تايت ما عندكم تايت. أبشري. يلا فمن الله. عم تحصى. شكلها في الحمام. عموما أدينا الواجب. بعد ما افتتحوا العروبة. حنت وينت ذي؟ ما هو بنوم. عم حصة. عم حصة أنا جيت. وجع. ما علموك أهلك تطق الباب؟ ليش مصادرة غرفتي؟ بالحيل راح يرقد في الصالة عندك فراشك هناك. بس أنا متعود ما نام إلا على مخدتي. أمسك خذ مخدتك وفكها ها. بسم الله الرحمن الرحيم. راح سك الباب. طيب افتح. يلا. صبحك الله بالخير يا ريحة أمي وأبوي. هلا هلا الله يصبحك بالخير يا أحلى أخت.
فطرت يا اخوي. لا والله ما فطرت ولا تقهويت بعد. بلا حرمتك هالرفلة هي وبنيتها للحين نايمين. ايش اكون الله؟ ابى زين لك ذاك الفطور اللي يحبه قلبك. ما دام تزينين الفطور انا هالحين بروح اجيب خبز حار. يلا عجل. وش ذا الأصوات؟ وش ذا الأزعاج؟ حد ينوم لين الظهر؟ حنا ولا سدر؟ يا الله تنكتين على الصبح. أقول خلنا نروح أقوم هالرفلات اللي نايمين ليل الحين، لا فطور لا قهوة لا شاي، وش ذا البيت؟ أمسك حرك البيض. أحرك وشو؟ حرك البيض وأنت ساكت. أنا أجل أنا حركه لا يحترق أمسك. يلا بسرعة. مها أم عامر مها وصبخ إن شاء الله، وش ذا النوم؟ خير عمتي خير، ليش تصرخين؟ يلا صباح خير. أبي أذن الظهر وأنتي للحين نايمة، ما تقولين أبي زين لعمتي فطور، أبي أدلعها، أبي أسنعها، وش ذا النوم؟ وأمت وينها؟ ما أدري. أم عامر وش فيكم؟ لا إله إلا الله، خير وش صاير؟ ما أدري أمه. بلا بنيتس هالرفلة أكيد إنها طالعت العليت، نايمتي لين الظهر. عمتي عن الغلط. وش اللي يعني الغلط عن الغلط؟ ايش فيكم ايش فيكم؟ راسي مصدع ابي انام. لا شوف بعد من يتكلم يقول ازعجتونا. اكيد من تربيته. خلني ساكته بس ابى اروح ازين الفطور. حسبي الله عليك يا عامر. والله يا حنا احتسنا من يوم ما جتنا عمتي حصه. ليش وش فيها يا ابوها؟ زوجوها وريحوا روسكم. نزوجها ومن اللي بيقبل فيها؟ انا اقول لك مين. يا الله وش هالريحه؟ وش سويتي انتي؟ هاي اختي تهب الفطور وانا يذهب الفطور معه، وهالرفلات ذولي نايمات لين الحين، وانا مصباح الله خير ابذل المطبخ ازين الفطور لين احترق البيض وعامر خلاه وراح. ها يلا يا شطار تعالوا زين فطوركم. احنا وش سوينا؟ وش دخلنا؟ وش لو مش دخلت يا روح امك انتي نايمه لين الحين؟ الظهر خلاص بيذن. يلا تعالي نطفي المطبخ الحين. مشينا يا اخوي خلت قهوه. اخذي هذا زين الفطور. زين؟ زين. وزيني شكشوكه لو سمحتي. انت لمتى عايش وحداني كذا؟ ما مليت من العزوبيات؟ شو تبيني اسوي طيب؟ اللي مثلك بالعمر ذا متزوج وعنده عيال وخاطط لشنابهم بعد. ركز ركز بالله، هذا شكل واحد راعي عائله. لا واحد طفران ما عنده قروش باع اللي وراه ودونه. شلون ابعلس يا اخي؟ عندي لك وحده على كيف كيفك، تبي الستر بس هدوء واخلاق، ما تبي فلوس تصلح لك. من هي؟ عمتي حصه. كم عمرها هذه؟ عمرها 25 سنه، زد عليها 7 10 زي كذا. يا عمي وش اللي زد وتعال وجبوه محكوميه هي؟ قل لي كم عمرها يعني؟ 35 سنه. خل افكر. يا رجال احمد ربك. تم. سلم علي ولدي يا ولدي، سلم علي. سلم علي. رايح فينك ده؟ داخل من غير استئذان؟ هذا بيتنا. عارفين يا سيد انه بيتكم، لكن العمة حصة عاملة حفلة كبيرة قوي وعزمة كل الحريم بمناسبة البيت الجديد. عاش واقف. أبوي وينه؟ أبو الحج أبو عامر أهو. إلى الحين نايمة. يبا في رجال يبي يتزوج عمتي حصة، رجال أجودي مثلك وشرواك. شرواك الطيب، بس يمكن هي ما تبي زواج. يا يبا عمتي حصة إن قعدت عندنا بالبيت بتجيب لكل واحد فينا جلطة. إيه صح، خلها تتزوج. الزواج ستر للمرأة، دام إن في رجال طيب متقدم لها، لا يفوت عمرها.
والله يفوت. وش عندكم مرسلين لي هالفيران ذول يراقبوني ها؟ وش عندكم؟ شفتي بدل مسلسل البطل كل يوم اتابع. ايه ادعها علي ادعها علي. يلا علموني وش عندكم؟ ايه واحد جاي لمن يخطبك. ها؟ يخطبني؟ يخطبني انا؟ المهم وش تقولين؟ والله ما ادري وش اقول لك يا اخوي. شار شارك. شخابيط ذي. مبروك والله يوفقهم ان شاء الله والله يجمع بينهم بالخير. الله يبارك فيك. اللهم امين. يلا انا استاذنكم. ادري يا شيخ. والله عندي موعد ثاني. السلام عليكم. مشكوره ياسر. ما قصرت. مشكوره شكش ما قصرتوا. راح حط المكسوم راح. وش مكسومه؟ عطى 500 ريال حق الشيخ. فلوس؟ يا بالحلال بشت البشت هذا ترى مو بليم تسلف يا بالحلال هي 10,000 ومعطيك اياها تعطيها عمتك حصه يا بالحلال بالعربي طفران ما معي شيء. اجل هات الموزه. المقسوم وصل وانا ابوك وبعدين احنا شايلين رجال ما تهمنا الفلوس روح نادى عمتك روح. ابشر يبا. ما يحتاج تنادوني انا في ذا. على والله بعمتي حصه تفضل. هلا والله يا هلا وسهلا. هلا وش ذا؟ وش ذا؟ قسما بالله مالي دخل هموم اللي جابوني. هلا بالزين هذا رجلي يزينك زينه يزينك زينه يا حليلة حليلة وش زينة وجه 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 يا حليلة يستحي يستحي وجه 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 ويا حظت يا حصة ويا حظت يا حصة وين لقيتوه مع هذا وين لقيتوه هذا تستاهلينه بصراحة أبو عامر ما قصر والله أعطانا هدية حلوة حلوة مرة حلوة في الفندق صراحة أي والله أنا عجبتني مرة الغرفة عاد تصدق أخوي أبو عامر هو اللي دلعني أنا حصيصة من بنت خواتي كلهم وبك يا توتو تدلعني مثله وأكثر يا حياتي يا حياتي يا حصوصتي من اللي يدق الباب؟ خلينا نشوف ولا لا 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 يلا لا تطول علي مساء الخير نوكاش ثانك يو أوبا. الله شكله يجنن الأكل رومانسية يلا بسم الله يلا من اللي طق الباب؟ العذال شكله خليني أروح أشوف نعم الحساب 575 ريال شقق أشوفه خليك الحساب فاتورته 575 ريال يا الله وانا ناسي البوك في الاستراحه صدقين توتو هلا هلا حبيبي عيب عليك ابو عامر حبيبي اخوي ما يقصر انت بس وقع الفاتوره واطلب اللي تبي روح روح شوف الباب يا اخي يا لب ابو عامر فلوس خلاص خلي الحساب على الغرفة وزيد عليها ها اثنين كوكتيل واحد عصير برتقال وعصير رمان زين ولا لا وتركش كافي اوكي وسفليه لحظة شوي حسحوستي يا لبيه تبي شيء زيادة يعني زيادة عشان بكره ناخذ تيك اواي اطلب على مزاجك حبيبي بس لا تنسى المشاوي يا لبيه واحد حمص واحد متبل واثنين مشوي دجاج واثنين مشوي لحم وعند بحريات ها حاضر يا باشا حاجة تاني السلامة أبو عامر نعم صار لنا مدة ما طلعنا من البيت وش رايك نطلع طب وش رايكم بكرة من الصبح ناخذ معنا تيس ونطلع للبر فطورنا كبدة ومقلقل وغدانا كبسة تراك غثيتنا بالبر نبي مكان ثاني أنا عندي فكرة شو رايكم نروح الحديقة نتغدى بعدين نروح الملاهي الفلة تم بكرة نروح للي تبون ألو ألو السلام عليكم أستاذ أبو عامر نعم معك إدارة حسابات الفندق يا فندم كنت حابب بس أعرفك إن الفاتورة زادت 800 ريال عن المبلغ المحدد اللي اتفقنا عليه والله خوش ليش؟ في طلبات زيادة على الغرفة يما
عساس مسوي حنيني تراسل اسبوع موعدتني. ايه سويت سويته هذا موجود بس ها اول تتغدون بعدين تاكلونه. ابشر بعزس يا احلى ام بالدنيا. ليتك والله. المهم هلا كله يهون عساكم مرتاحين بهالطلعه. ايه طبعا وشلون مو مرتاحين الا مرتاحين ونص ما شاء الله الجو حلو والمكان احلى بعد. اول واحد يحس انه عايش ببيته. والله اتحداك هذا اللي يسمونه استعمار. مالت عليهم لا حشيمه ولا حيه عيب والله. طيب غرفتي واغراضي ومكياجي حتى الشحن فوق كل شيء فوق. انا وامكم لنا المجلس ومها واخوانها الصغار لهم الصاله وعامر لها الملحق. ام عاد الملحق تروكي حبيبي يبي لحمة حاشي على الغداء. ما عندنا لحمة حاشي. ايه نسيت ان تاكلين دجاج يا ام الدجاج ما انت بتاكلين لحم. ميرا بروح اقول لاخوي يجيب اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. توتو. نعم. بقول لك شيء. قولي. ترى اليوم ما زينا كبسة حاشي. وشو؟ اي ما زينا كبسة حاشي. رحت لأم عامر بالمطبخ قلت توتو مشتهي كبسة حاشي. قالت ميدي ما عندنا حاشي عاد انا ما اسميها الا ام الدجاج تزط تزط ما غير من ذا الدجاج. بس قلت ميدها ما يخالف باتر ان شاء الله اخوي الله يطول في عمره يا رب بيجيب اللحم. شوفي عاد تراي طفشت دجاج 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 وجبتين زيادة واصير دجاجة وطير. مش رايك نطير سوا؟ يا الرومانسية اللي جاتك. تيارة تيارة. أوه أقول تراي طفشت والله جد تراي طفشت طفشت بطلع بسولف مع العالم بشرب القهوة بشوف تلفزيون بطلع فكوني بطير. الله يرحم والديك. يا هلا والله بابوي الغالي سم. حياك الله. الله يحييك. مها يلا قومي. خير. قومي بسرعة الروكي بيجي. وين تبيني أروح إن شاء الله؟ قومي العبي مع البزارين بالحوش يلا. سلامات ما بي. وشو؟ ما بي. يلا يا بنت اسمعي كلام عمّة سوف يلعب مع أخوانك يلا. ما تستحين على وجه سنتي ما تستحين اسمعي كلام عمّتس يلا. انت بالذات انطب. بنت يلا قومي. تروكي تعال حبيبي ما في أحد. هلا والله. حيا الله نسيب. حياك الله. وين يا الحبيب؟ داخل شقق في الثقبة أنت؟ أقول بلا كوميديا سخيفة وصب لي قهوة يلا. تخاصة وتعقب أصب لك قهوة. عمك وغصب عنك تصب لي قهوة يلا. صب لعمك، صب لعمك ما فيها شيء. حسبة عمك هو. ذا. توتو. يا ربي. تعال، الشاور جاهز. أتروش. يا ربي. يا بعد كل الحصص أنت الثانوية والمتوسطة وكل شيء. عن اذنك يا نسيب انت لا انت لا جاي حياتي اغادي بلنتي. ترى ما قد تروش. عمر شوف من على الباب. عمك منيرة. عمك منيرة ايش فيه؟ وين وين اخوي؟ داخل داخل ايه. خير طلقني اللي بنسي على وجهه طلقني. اخت منيرة تطلق عجيب. وانا ابو عامر. عامر قوم جلك القام روح جيب شناطي من عند الباب لا تنسرق. يا ليل الليل صرت حق شناط انا يبا. حبيبتي حسحوس يا قلبي. ها وش اللي ها وين رحتي وين سرحتي؟ ابد يا توتو اهوجز باختي منيره مساكينه من يوم تطلقت وحالتها حاله ونفسيتها خايسه. بدال الزوج الف زوج. اي والله يا توتو هي لازم تعرس ترى عمرها بيروح. ولا تهتمي ولا شيء عندي لها معرس
فول اوبشن يجي على طول طاير، ما عليك منه، العريس عندي انا. ما في منقى؟ وش نقول؟ راحت علينا. 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 وش انت ولا ما تنامت وياها الله يعطيكم العقوبة. وش نقول؟ راحت علينا. وش نقول؟ راحت علينا. سلفي سلفي للذكرى. راحت علينا.